السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا في القناة ديالي ام امين. غدا نحضر معكم اليوم تحضيرات ديالي لعيد ميلاد ولدي، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم يا رب.
هنا وجدت الطابلة ديالي، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الشيء، وداك الشيء خفيف ظريف، المهم قلنا نتجمعوا بيناتنا نضحكوا شوية وصافي. ايوا هذا مكان، وان شاء الله يكون عجبكم الطابلة ديال عيد ميلاد ولدي، وها الفوطو ديالو الاخرى.